كان منظم هكا يعني قبل ما تدخل الباب يعني دايرين الصوفة ومعقم وكل شيء عادي داليها باش كندخلوا اقسام كي يوجهوك كتعطيوك اشارات اوليه وكل واحد يجلس في الطابله وما ما تقرب الاستاذ ما يقرب لك ومهم بزاف د الحوايج اخرين. وعاد بالنسبه ليا اذا كان التعليم حضوري يكون احسن من التعليم عن بعد، يعني اذا كان انت عندك حوار مباشر مع استاذ كتستفد اكثر من عن بعد. حيت التعليم عن بعد كان كيطالبنا بالكونيكسيو دابا وساعه، ماشي بحال التعليم حضوري. التعليم حضوري يعني ماشي صعيب بزاف، واخا كمامه كنصبروا يعني مستانسين. هيدا دخول جيد ضمن اطار البروتوكول الصحي. المدرسه قامت بالواجبات ديالها، كان كاين النظام وتحقيم في الباب وكان كاين مسافه الامان. كنفضل حضوري حيت عن بعد حنا تكرفصنا بزاف، عندنا مشكل ديال الواي فاي، تليفونات، عندنا تليفون واحد في الدار، كان عندنا مشكل. الدخول المدرسي جانا يعني سهل، يعني عدلوا لنا الوقايات، احترمناهم حتى حنايا، داكشي واعر يعني دخلنا بالاحترام، ويعني عاملين الوقايه ديالنا، كنعقموا يدانا، تعقيم وهذاك، يعني كلشي مزيان الحمد لله. فرحانين بزاف، وعاد فرحانين حيت غنقراو في المدرسه، حيت التعليم عن بعد ما كناش واخا كنقراو ما كناش كنفهموا اكثر من المدرسه، حيت المدرسه كنا كنفهموا مزيان. التعليم الحضوري كيبقى افضل حال حيت شنو كيقول كاين صافي الانترنت كيكون بعض المرات ضعيف، وبالخصوص حنا التعليم الحضوري كتبقى الاستاذ يعني كيشرح لك وكتكون احسن من عن بعد. عن بعد كتبقى شنو كيقول كاين شي كتبقى واحد الاشكاليه في الاستاذ اللي غيشرح لك.